جميع التربة في منطقة جيزان وجميع محافظاتها ناجحة لزراعة المانجو ولكن أهم شيء الماء الملوحة في الماء لها تأثير كبير على زراعة المانجو إذا الملوحة أكثر من ألف وخمس ألف ومئتين وانت طالع لا تزرع لا تتعب نفسك وتخسر نفسك تأكد من ملوحة المياه من ألف ومئتين وانت نازل أبشر بأنواع المانجو